يا للعار ويا للعار، سجن السلطة للأحرار، سجن السلطة للأحرار، مرة السلطة ومرة الجيش، مرة السلطة ومرة الجيش. يا عباس ليش ليش؟ أنا الدكتور محمد طه عمر من دور الخليل. امبارح اعتقلوا ابني المهندس همام، لم يبلغنا أحد عن الجهة التي اعتقلته، وطبعا احنا انزعجنا جدا وبلشنا نبحث مين اللي اعتقل همام. صار عندنا مخاوف كثيرة، لأنه حتى العصابات في الصومال لما بتختطف واحد بتبلغ أهله. هذا السلوك سلوك انحطاطي بصراحة، سلوك حقير جدا. تيجي لأي إنسان تأخذه ما تبلغش أهله إنه وين ابنكم، هذا على الأقل. يعني الآن إحنا واقفين هنا بنطالب مبدئيا وبشكل عام، لأن أبناء هذا الوطن المحترم، نطالب بوقف كل أشكال الاعتقال السياسي النابعة من فكرة التنسيق الأمني المدنس. ثم خصوصية وقفتنا إنه نطالب أيضا بالإفراج السريع عن ابننا همام، كونه إنسان محترم وطني شريف ولم يرتكب جريرة تستدعي اعتقاله. أحب أن أنوه إلى أن فكرة الاعتقال السياسي وسياسة هذا وهذا النهج هو نابع من العقيدة والأيديولوجيا والفكرة الأساسية التي أنشئت عليها السلطة الفلسطينية، وهي فكرة التنسيق الأمني الذي يهدف إلى حماية أمن إسرائيل وتقويض كل مقومات الشعب الفلسطيني وإطالة عمر الاحتلال وترويض العقل الفلسطيني للتعايش مع هذا الاحتلال. التنسيق الأمني هو أساس المشكلة، وما نتج عنه من سياسات اعتقال سياسي ما هي إلا تبعات لهذه الفكرة والعقيدة التي للأسف الشديد تربى أبنائنا في الأجهزة الأمنية على هذه العقيدة. كانوا بالأمس ثوار وأصبحوا اليوم منسقين يشتغلون عند المنسق وعند الإدارة المدنية. للأسف الشديد هذه صيرورة ثورة مخزية، هذه جريمة بحق الإنسانية والبشرية والأخلاق والأديان والوطن والوطنية، أن يتحول ثوار الأمس إلى جواسيس اليوم، أن يتحول ثوار الأمس إلى منسقين اليوم، أن يتحول من كان يريد أن يحميك بالأمس إلى الظالم والشخص الذي يقمعك. لست أدري هل كان نضال الشعب الفلسطيني على مدار 100 عام فقط لتغيير نمرة البسطار الذي يدعس عليه، فقط لتغيير البسطار الإسرائيلي ببسطار فلسطيني لكي يقمعه. هذا الشعب الفلسطيني شعب تواق للحرية، شعب محترم، شعب أصيل، حتى وإن طرأ عليه الطارئون سيعود من جديد وينتفض وينظف ذاته بذاته ويمتلك كل أدوات الإصلاح والتنظيف الذاتية. وأعتقد جازما أن دولة الظلم لن تدوم، وتلك الأيام نداولها بين الناس. المهندس فايز صويتي ناشط في محاربة الفساد. نتجمع اليوم أمام محكمة دورة لنرسل عدة رسائل. الرسالة الأولى رفضنا للاعتقال السياسي وتجريمه وتحريمه، ونقول للسلطة ولكل الفصائل ولكل المؤسسات ولكل قطاعات شعبنا، يجب إيقاف التنسيق، إيقاف الاعتقال السياسي والتنسيق الأمني أيضا، ويجب تجريم وتحريمه، ويجب تنظيف وتبييض كافة السجون من المعتقلين الأحرار. هؤلاء المعتقلين هم الذين يبلغون عن الفاسدين. هؤلاء المعتقلين أمثال همام محمد عمر الذي ينتمي إلى عائلة وطنية كادحة يسجن اليوم، والفاسدين يوصوا باعتقاله. هذه السلطة تتصرف بالعكس. نقول لها ولغيرها، آن الأوان لوقف الاعتقالات السياسية. وأيضا نود أن نقول للحاكم الذي سيحاكم همام اليوم، يجب عليك ونطلب منك أن تتحلى وتسير على نهج القاضي محمود خليفي الذي فصل تعسفيا بسبب موقفه الرجولي والقانوني مع الشهيد نزار بنات، حيث في محكمة أريحة وكانت آخر محكمة لنزار رحمة الله عليه، حيث قال لنزار
أنت يا نزار كل ما تتفوه به هو يندرج تحت بند القانون، وأفرج عنه وقوبل من سلطة العتلات بأن أحيل إلى الفصل قبل أيام. هذا القاضي وكل عسكري يقف مع الشعب ومع المقاومة، نعدكم نحن كأحرار فلسطين أن نقف معكم وأن نكرمكم، وسيأتي اليوم الذي ستتبوعون فيه أعلى المناصب، ونفتخر ونعتز بكم.